وثق أحد بالله فخيبه الله، ولا أيقن عبد بالله جل جلاله إلا كان له الله. فكم من أمور نزلت بالإنسان وخطوب أحاطت به ولم يجد غير الله مجيبا ولا مفرجا لها مستجيبا. فاليقين بالله هو حلاوة الإيمان، وألذ ما تكون الساعة إذا عمرت القلوب باليقين بالله عز وجل. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعمرون القلوب باليقين، وقد قرر العلماء رحمهم الله أن الله يبتلي الإنسان باليقين في موضعين: أحدهما وجود الحاجة، وثانيهما وجود الغنى. ولذلك قال بعض العلماء: إذا أردت اليقين فكن أفقر الخلق إلى الله مع أن الله أغنى ما يكون عنك، فاجعل فقرك إلى الله فإن الله يسد فقرك ويسد حاجتك وعوزك. ولذلك ما عمر قلب إنسان في أي مصيبة أو أي نازلة بالله إلا كفاه الله. ترى المؤمن يفقد سمعه ويفقد بصره ويفقد قدمه ويفقد ماله، وتقول له: كيف أنت؟ يقول: الحمد لله بنعمة من الله، من اليقين الذي عمر في تلك القلوب. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعمر قلوبنا وقلوبكم باليقين به، وأن يجعلنا وإياكم من أهل اليقين. أحبتي في الله، أول موقف من مواقف اليقين موقف التوبة الصادقة. ولذلك ما من إنسان كثرت إساءته وأراد أن ينيب إلى الله إلا امتحنه الله باليقين. وكلما عظمت ذنوب الإنسان ينبغي أن يقف بيقين أعظم منها بالله الرحمن. ولذلك ذكروا عن رجل أنه كثير الذنوب، كان كثير الذنوب كثير الخطايا والعيوب، فجاءه رجل يذكره بالله، وكان هذا الرجل كثير النصح له، يذكره بالله عز وجل وينصحه. فلما أكثر عليه نصحه ذات يوم فقال له: إن الله لا يغفر لك. فقال ذلك العبد العاصي الذي كثرت ذنوبه، قال: الله لا يغفر لي. فاستفاق من غفلته وانتبه من منامه وقال له وهو على يقين بالله: سأريك كيف يغفر الله لي ذنبي. فنزل ويشهد أناس من الثقات إلى التنعيم بمكة، فأحرم بالعمرة تائبا إلى الله، فطاف بالبيت فخر ميتا بين قطن والمقام. ما أيقن الإنسان بالله عز وجل وخيبه الله سبحانه. ولو أنه جاء إلى الله بذنوب بلغت عنان السماء وقلبه يقين بالله ما خيبه الله. قتل رجل 100 نفس آخرها عابد من العباد وصالح من أولياء الله الزهاد. فلما قتله جاء إلى رجل من أعلم أهل الأرض في زمانه وقال له: هل لي من توبة؟ سفكت 100 دم حراما. فقال له ذلك العالم: وما الذي يمنعك من التوبة؟ ثم أمره أن يخرج إلى قوم صالحين وأن يهاجر إلى الله رب العالمين. فخرج من قرية السوء إلى قرية الصالحين، فأدركه الموت في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: إنه جاء تائبا إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: بل قتل 100 نفس من عباد الله. فأوحى الله أن قيسوا ما بين القريتين، وعزت عند الله خطواته إليه في آخر حياته، عز عند الله أن مشى بالخطوات اليسيرة تائبا إلى الله عز وجل. ونظر الله إلى قلبه وهو معمور باليقين
فأوحى الله إلى قرية الصالحين أن تقاربي وإلى قرية السوء أن تباعدي. فإن دل هذا فإنما يدل على أنك ما أيقنت بالله وخيبك الله. فخير ما يوصى به الإنسان من منازل اليقين أن يطوى يقينه بالتوبة إلى الله. وما أكثر عبد التوبة والإنابة إلى الله إلا تحاتت يقينه فازداد إيمانه، فتحاتت ذنوبه فازداد إيمانه وقوي يقينه. أما الحالة الثانية التي يظهر فيها يقين الإنسان إذا نزلت به المصيبة، ولذلك يصاب المؤمن في نفسه ويصاب في أهله ويصاب في ولده، وتأتيك تلك الساعة يأتيك ذاك الخبر المزعج المؤلم على قلبك وفؤادك، فتخبر بابن فقدته أو ابنة حرمتها أو أب أو أم عزيز عليك أو صديق وفي لديك، فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وقلبك كله يقين أن الخلف والعوض من الله رب العالمين. فسرعان ما يكون من الله لطفه، وسرعان ما يكون من الله عطفه. فما ألذ اليقين إذا نزلت المصائب بعباد الله المؤمنين. والله ما أصيب إنسان في نفسه أو في أهله وولده أو في ماله أو في أي شيء عزيز عليه واعتقد في قلبه أن الله يعوضه إلا عوضه الله عز وجل. أبدا لا يكون في قلب الإنسان مثقال ذرة من سوء الظن بالله. ولذلك أحرص ما يكون الشيطان في مثل هذه المواقف. وتجد المؤمن إذا أصابته المصيبة يأتيه الشيطان من كل حدب وصوب لكي يخيب ظنه بالله، يقول له لو كنت مؤمنا ما ابتلاك الله بفقد ولدك، ولو كنت مؤمنا ما ابتلاك الله بفقد بنتك، ولو كنت مؤمنا ما ابتلاك الله بفقد مالك، ولو كنت. ولكن ما أحسن عبد ظنه بالله فخيبه الله أبدا. إياك أن يدخل إلى قلبك مثقال ذرة من سوء الظن بالله عز وجل. فلعل المال تفقده فتخرج منك كلمة عند الفقد تثني بها على الله يحبك الله حبا لا سخط ذلك، وقد يرفعك الله بهذه الكلمة إلى درجة لا تبلغها بكثير صلاة ولا صيام، ولو كانت المصيبة مهما بلغت من الأموال والأحفاد. ذكر رجل أنه في ذات يوم من الأيام دخل على أبيه وهو في هم وغم، فلما نظر إليه سأله، فإذا به قد أصابه دين. يقول هذا الرجل وكان من عباد الله الصالحين ومن الشباب الأخيار نحسبهم من المؤمنين، قال هذا الشاب الصالح: فكان فقر والدي بمقدار 10,000 أو 15، وكان مالي 20,000، تعبت عليها حياتي وأنا أجمع هذا المال لكي أبني مستقبلي. فلما نظرت إلى ما أصاب أبي ذكرت وصية الله بالوالدين، وذكرت وصية الله به بالإحسان إليه، فقلت في نفسي لو أنني أعطيته هذا المال الذي أملكه. فجاءني الشيطان وقال لي: تعبك ومالك ومستقبلك يضيع في هذه اللحظة. يقول: فأصبحت في صراع هل أعطيه أو لا أعطيه، فقمت من عنده على يقين بأنني سأعطيه. قال: فذهبت فأخذت المال وكل يقين بأن الله سيعوض عني، فوضعت 15,000 بين يدي وأنا على يقين بأن الله لا يخيبني. يقول: فلما وضعتها بين يدي فاضت عيناه بالدمع وقال: أسأل الله العظيم أن يفتح لك أبواب فضله. يقول: فقمت من عندي، وما مضت إلا أيام قليلة فدعيت إلى مناسبة فيها رجل من الأثرياء،
فجرى ذكر رجل يقوم على أمواله، فقال الرجل الذي استضافه: لن تجد أصلح من هذا الرجل الذي أمامك. يقول: فأخذني وكيلا على مالي، وكانت أول صفقة لي من ذلك المال في أول بيعة 200,000 ريال، 20,000 اشترى بها رحمة الله عز وجل، وكان قلبه يقينا بالله عز وجل، وما خيبه الله سبحانه.